متميزة أساسا باستمرار جائحة كوفيد تحتاج في موجودتنا رابعا والحمد لله أن وقعها وحدتها حتى رجع اليوم مع متمنيتها أن تكون هذه الموجة هي الأخيرة. ثانيا وكرة الفعل على هذه الموجة وبلغت الحدود مرة أخرى لحماية البلاد والحفاظ على مرة أخرى كنشكركم على هذه المبادرة القيمة اللي اليوم الجسم الصحفي يعني كيتواجد معنا بقوة داخل هذا المجلس. لابد في هذا المنبر لابد نشكر الجميع شركائنا وعلى سيدهم سيد على رأسهم سيد الوالي على المتابعة والمثابرة وكذلك السادة العمال على المواكبة ديالهم في كل هاد المشاريع التنموية داخل الجهة. مرة أخرى أعتقد بأن هاد الدورة هي غنية بمضمونها، غنية بفقراتها، غنية بكل ما حاولنا نلمسوا من القطاعات كلها مهمة وحيوية، وسطرنا الأولويات داخل هذه الجهة. هاد الأولويات كتجلى في القطاعات الحيوية، كانت اقتصادية، اجتماعية، رياضية، ثقافية، بيئية، وهذا هو اللي حاولنا نلمسه. لمسنا اليوم أول مرة داخل هذا المجلس الجهة ولا على الصعيد الوطني هناك مبادرة جد قيمة قام بها هذا المجلس وإحداث صندوق الدعم الاستثمار واللي يواكب كل المقاولات جد الصغرى إلى المقاولات الكبرى، كذلك خلق مناطق اقتصادية لا في تطوان ولا في العرائش، كذلك هناك دعم بالأساس العالم القروي من كل ميادين ديالو، يعني كذلك على الاقتصاد هناك يعني محور التقائية في المشاريع. اليوم كنشوفوا بأن هناك محور أساسي ديال اللي كان كيبقى ديما في إشكال حقيقي هو النفق اللي غيكون إن شاء الله في الجيلاتوار ديال ملوسا واللي كيلمس إقليم تطوان وفحصان جرا ومدينة طنجة، فهادو كلهم يعني نقاط اللي حاولنا نلمسوهم. كذلك هناك حتى باش يكون هناك بلاتفورم على بالنسبة للكوارث الطبيعية، أعتقد بأن تأخرنا كمجلس باش نزلوها، واليوم حريصنا باش يكون هناك إما اقتناء أو شراء أرض لبناء واحد المرفق اللي كيكون على الإشارة لحالة كانت هناك حوادث الله يحفظ لا قدر الله بالنسبة للكوارث الطبيعية. مرة أخرى باسمي واسم المجلس أشكركم على هذا العمل القيم والنبيل اللي كتقوموا به، وشكرا لكم. أي مستثمر كما بغى يكون الحجم ديالو عمل واحد النشاط اللي من شأنه يعود على الجهة وخلق الشغل، احنا بجنبه. دونك احنا بجنبه ماشي بالشعارات واللغه، اليوم احنا بجنبه لا على مستوى لي بلاتفورم اللي قلت لك ولا على مستوى حتى الدعم. طبعا من غير غادي تلقاو في جدول الاعمال المرصد اللي كان واحد من المخرجات ديال الملتقى الجهوي والاستثمار، غادي تلقاو القطاعات كنلمسوا كاع على مستوى السياحه، على مستوى البنيه التحتيه، كاينه بلاتفورم مهمه لهادشي ديال الفيضانات وهادشي ديال الكوارث اللي كتبقى في الجهه. دونك اليوم كاين واحد البلاتفورم اللي عاد تكون مهيئه وغادي تجي في واحد الموقع اللي ما بين الاقاليم باش يوقع التدخل السريع ويكون داكشي مجهز في حالة جميع انواع الكوارث. مثلا السنه اللي فاتت كان الفيضان في تطوان، كيوقعوا بزاف د الكوارث داخل الجهه. اليوم الجهه قررت انها دير واحد المرفق اساسي فيه جميع الامكانيات وجميع الاليات والوسائل للتدخل بسرعه بلا الاعتماد على شي جهه اخرى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.